زفاف حيدر المساند رجع مع اسلام التوزيعة خطيرة بابا جول خطيرة وجول لمنتخب تنزانيا عند الدقيقة 43 لعبة من أروع ما يكون دفاع جزائري وفريق جزائري يجري خلف الكرة إذا كان يجري خلف الكرة اليوم المنتخب الجزائري ليس هو المنتخب الذي نعرفه بهذه السيطرة المطلقة لعنة الفارق في الخط الأمامي شوف وضعية المساند المدافعين وينك يا مجاني وينك يا مندي وينك يا دفاع الجزائر وينك يا فوزي خرج واحد وحطها بالراس افتح مجال التسجيل اللاعب ماغوري إلياس لصالح منتخب تنزانيا أمام ورئيس وهاب المبلحي تعمل واش ما واش تعمل مش ممكن تصد هذه الكره وهدف او با 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 جول او با 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 جول صمت يفعل ما يشاء بدفاع المنتخب الجزائري صمت يعبث بدفاع المنتخب الجزائري صمت الصامت يضيف هدف ثاني لمنتخب تنزانيا امام دفاع يتفرج امام اداء غريب للمنتخب الجزائري فاتنا هو يتلعب لا نجدها بهذا الشكل يا مندي انت تقريبا مش عارف مندي وكأنه شوف 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 آه لا 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 مراوغة واحدة وجد نفسه واحد وجه اللي وجه أمام رئيس وهاب المبلحي ثلاث لمسات راوغ دخل لمسة مسلوب من هناك دخل الرياض وليد مسلوب يرفعها في القائمة الثانية ويسلم سليماني جول 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 للمنتخب الجزائري وزنه من ذهب يا إسلام جول للمنتخب الجزائري وزنه من ذهب يا إسلام سيذكر التاريخ بأن إسلام أنقذ الجزائر اليوم نعم أنقذهم بتسجيله لهذا الهدف إسلام إسلام يراوغ جول 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 إسلام جول 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 سيشهد التاريخ يا إسلام بأنك أنقذتهم في أصعب الظروف راح رياض دخل إسلام جول إسلام جول 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 هل لأنه لا تريد أن